شيخنا قطب الزمان محمد الشريف المدني الله قدس الله سره وإلى حضرة شيخنا كندور أستاذ قدس الله سره وإلى حضرة خاصة إلى حضرة شيخنا ومرشدنا وآخذ أيدينا سيدنا تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره وجميع مشايخنا وأهل الخير وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم هدية منا إلى حضرة حبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود. وإلى حضرات سائر أهل الخير وأهل الحق كلهم أجمعين، لا سيما إلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز. اللهم انفعنا بعلومهم في الدارين، اللهم أمدنا بمددهم، اللهم انصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم يسر عسارنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وأد ديوننا يا الله. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين. اللهم ارزقنا محبة حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.